مصر تدين الاعتداء الإسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية، وفلسطين تطالب بعقد اجتماع عاجل غدا للجامعة العربية لبحث التداعيات. تواصل المعارك في العاصمة السودانية، والجيش يجدد دعوته للمدنيين للتطوع في صفوفه لحماية البلاد. مع استمرار أعمال العنف، ماكرون يواجه باستمرار الوجود الأمني في جميع أنحاء البلاد، وإيطاليا تحذر من إمكانية انتقال الاضطرابات إلى دول أخرى. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أدانت مصر الاعتداء الذي قامت به القوات الإسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية. وأكدت مصر في بيان عن وزارة الخارجية رفضها الكامل للاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية المتكررة ضد المدن الفلسطينية وما تسفر عنهم من وقوع ضحايا أبرياء من المدنيين. وحذرت مصر من المخاطر الجسيمة للتصعيد الإسرائيلي المستمر ضد الفلسطينيين وما يؤدي إليه من تأجيج لحالة الاحتقان ومفاقمات معاناة الشعب الفلسطيني وتقويض للمساعي المبذولة من جانب مصر وشركاء الإقليميين والدوليين لخفض التوتر في الأراضي المحتلة. هذا واستشهد 9 فلسطينيين وأصيب 27 آخرون بينهم 7 بجروح خطيرة جراء عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد بدأت عدوانها بقصف منزل وسط مخيم جنين، كما قصفت طائرات الاحتلال بالصواريخ عدة مواقع داخل المخيم وعلى أطرافه. وفي أعقاب عملية القصف اقتحمت مجموعة كبيرة من قوات الاحتلال تقدر ب 150 آلية عسكرية ترافقها جرافات مدرعة مدينة جنين من عدة محاور، وحصرت مخيم جنين وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم. في الأثناء، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعليق الاتصال والتعاون الأمني مع إسرائيل على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية على جنين. وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن الأمن والاستقرار لن يتحققا في المنطقة ما لم يشعر بهما الشعب الفلسطيني. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها جريمة حرب جديدة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في جنين ومخيمها. وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعياته وما يسفر عنه من جرائم ضد المواطنين المدنيين العزل وممتلكاتهم. وذكرت الوزارة في بيان أن هذا العدوان يندرج في إطار سياسة إسرائيلية رسمية لتكريس منطق القوة العسكرية في التعامل مع الشعب الفلسطيني الأعزل وقضيته العادلة بديلا عن الحلول السياسية للصراع، مطالبة بتحرك دولي عاجل لوقف العدوان فورا. يعقد غدا اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية برئاسة مصر لبحث مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك العدوان الحالي على مدينة جنين ومخيمها. وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك إن الاجتماع الذي سيعقد بناء على طلب فلسطين سيبحث أيضا سبل التحرك الفعال على المستوى العربي والدولي لوقف هذا العدوان الإسرائيلي ومساءلة مرتكبيه وطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. من جانبها، حذرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من تبعات هذا العدوان وتداعياته، داعية المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن والدول الأعضاء لتحمل مسؤولياتها في الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
استنكر البرلمان العربي بشدة العدوان الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين والذي أوقع عددا من الشهداء والمصابين. ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى ضرورة الإسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من آلة الحرب الإسرائيلية. واعتبر البرلمان العربي أن ما تقوم به القوات الإسرائيلية المحتلة هو عدوان ممنهج ومدروس تستهدف منه تخويف وترويع الشعب الفلسطيني لإسكات صوت الحق وفرض الأمر الواقع بقوة العسكرية. قال المنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند إن الأمم المتحدة على اتصال مباشر مع كل الأطراف المعنية للتهدئة وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية لمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. أضاف وينسلاند أن التصعيد الحالي في الضفة الغربية خطير للغاية ويأتي بعد شهور من التوتر المتصاعد. تواصلت المعارك في العاصمة السودانية الخرطوم، حيث تعرض وسط العاصمة الخرطوم ومنطقة بحر الواقعة شمالها لقصف مدفعي مصدره أم درمان. وفي الأثناء جدد الجيش السوداني دعوته للمدنيين للتطوع في صفوفه لقتال قوات الدعم السريع. ونشدت القوات المسلحة السودانية في بيان الشباب وكل من يستطيع حمل السلاح للتوجه إلى قيادات الفرق والمناطق العسكرية لتجهيزهم للدفاع عن البلاد. وتتركز المعارك في العاصمة ومناطق قريبة منها بالإضافة إلى إقليم دارفور الذي حذرت الأمم المتحدة من أن ما يشهده قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية، مؤكدة أن النزاع فيه يتخذ أكثر فأكثر أبعادا عرقية. ولجأ أكثر من 600 ألف سوداني إلى دول مجاورة وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة. استدعت وزارة الخارجية السعودية سفيرة السويد لإبلاغها رفض المملكة القاطع لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف. وطالبت الخارجية السعودية الحكومة السويدية بوقف كافة الأعمال التي تتناقض مع قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف. أكد بابا الفاتيكان البابا فرانسيس رفضه وإدانته لحادثة إحراق المصحف في السويد، ومعربا عن غضبه واشمئزازه من هذه التصرفات. وشدد البابا فرانسيس في حوار صحفي على أن الحرية لا تعني الإساءة للآخر، لافتا إلى ضرورة عدم استغلال حرية التعبير كذريعة للإساءة للآخرين. يتواصل تسيير الجسر الجوي الذي تقوم به الدولة لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن. ووضعت الدولة خطة متكاملة لاستقبال رحلات العودة لحجاج بيت الله الحرام لتسهيل إنهاء إجراءات الوصول، وخاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مع ضرورة الالتزام بنفس المستوى الذي تم خلال سفرهم لأداء فريضة الحج. قام أعضاء البعثة الطبية بجولة تفقدية بعدد من المستشفيات السعودية بمكة المكرمة للاطمئنان على صحة الحجاج المصريين والوقوف على الخدمة العلاجية التي تقدم لهم. هذا ووصل عدد الحجاج المصريين بالمستشفيات إلى 48 حالة مرضية وحالتهم مستقرة. في إطار الوقوف على الحالة الصحية للحجاج المصريين الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات السعودية، قام أعضاء البعثة الطبية المصرية بجولة تفقدية لعدد من المستشفيات المنوم بها الحالات المرضية من الحجاج المصريين بمكة المكرمة للإطمئنان عليها والتعرف على حالتها الصحية وطبيعة الخدمة المقدمة لهم، والذي وصل عددهم إلى 48 حالة مرضية تتلقى العلاج على مدار الساعة. احنا العدد المنومين في المستشفيات وصل 48 بعد خروج حوالي 3 حالات بالأمس، وإن شاء الله بإذن الله إحنا النهاردة كنا على وفد من البعثة الطبية برئاسة مساعد وزير الصحة للإطمئنان على المرضى والمنومين بمستشفى النور. إحنا عندنا النهاردة في 8 حالات متنومة في المستشفى، تم الزيارة والإطمئنان عليهم الحمد لله. في 3 في الآي سي يو في العناية المركزة، وفي 5 في الأجنحة، وإن شاء الله هم حالتهم مستقرة جميعا بإذن الله إن شاء الله.
وفريق المستشفيات على متواصل بمرور على الاطمئنان على جميع الحالات بصفه مستمره وبصفه دوريه ان شاء الله باذن الله. الخمس حالات في حالتين بطنه وفي حاله عظام وفي حالتين جراحه مخ وعصب. بالنسبه لحالات الرعايه في حاله في الرعايه المركزه رعايه مركزه بطنه وفي حالتين رعايه قلب. الحالات المرضيه من الحجاج المصريين يتلقون العلاج اللازم من خلال الكوادر الطبيه بالمستشفيات السعوديه، وذلك بالتنسيق التام وعلى مدار الساعه بالفرق الطبيه التابعه للبعثه الطبيه المصريه. نشكر للبعثة المصرية حرصهم وزيارتهم ومتابعتهم واهتمامهم لمرضاهم الذي ليس مستغرب من الأشقاء في مصر. الحمد لله لدينا في المستشفى 14 حاج مصري يتلقون الرعاية الطبية الحمد لله على أعلى معيار بأمر الله، وبحول الله وقوته جميع الحالات في حالة تحسن إن شاء الله، ونراهم قريبا الحمد لله يرجعون إلى بلادهم. ضيوف الرحمن من الحجاج المصريين أثنوا على الخدمة التي تقدم لهم بالمستشفيات السعودية والدعم الذي يقدم من قبل أعضاء البعثة الطبية المصرية لهم على مدار الساعة. أي حاجة محتاجة أقول. شكراً سيدي، شكراً أشكرك. أمور البعثة كلها كويسة الحمد لله، ربنا يبارك فيك يا سيدي، ربنا يبارك فيك. نورين الدنيا والله. بعثة مصر يعني حاجة كبيرة جداً جداً عندنا، الحمد لله ربنا يكرمكم. ربنا يكرمكم يا رب. شكرا لحضراتكم والاهتمامكم معانا، والله اهتمام كبير جدا كده ليه يعني ما شاء الله. بس ماشيه بذوقها كله، ربنا يديهم الصحه ويكفيهم شر المرض. الحمد لله طلعت عرفات ورميت الجمرات وجيت هنا ان شاء الله، وباذن الله يعني هروح اطوف واسعى ان شاء الله بكره باذن الله، باذن الله تعالى، باذن الله. بارك الله فيكم، كفاية وجودكم يعني شرفتونا ونورتونا يعني، بارك الله فيكم. الكل هنا على أهبة الاستعداد لتقديم الخدمات العلاجية الطارئة والتدخلات الجراحية لضيوف الرحمن من الحجاج المصريين، فالكل في صراع مع الزمن لتحقيق الشفاء التام لهم وعودتهم سالمين غانمين لأرض الوطن. محمد حلمي، التلفزيون المصري. وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باستمرار الوجود الأمني المكثف لرجال الشرطة ميدانيا في جميع أنحاء فرنسا من أجل ضمان عودة الهدوء إلى الشارع. كانت الداخلية الفرنسية قد قررت تكثيف تواجد قوات الأمن في كل أنحاء البلاد ونشر 45 ألفا من عناصر الشرطة والدرك، كما تم نشر تعزيزات أمنية كبيرة في مارسيليا وليون اللتين شهدتا أعمالا أكثر عنفا، بالإضافة إلى إرسال مدرعات ومروحيات. وأعلنت الداخلية الفرنسية القبض على 157 شخصا خلال الليلة الماضية التي وصفتها بالهادئة، مضيفة أن 3 من رجال الشرطة والدرك أصيبوا بجروح في الاشتباكات الأخيرة، وتم استهداف مركز للشرطة وتكنة للدرك، فضلا عن اشتعال النيران في 297 سيارة وتضرر 34 مبنى، فيما تم تسجيل 352 حريقا على الطرق العامة. هذا وأكد وزير الداخلية الفرنسي جيرال دارمانا أن رجال الشرطة والدرك الفرنسيين قاموا بمهامهم في ظروف صعبة خلال الأيام الماضية. وخلال زيارة تفقدية لمدينة رينس شمال شرق فرنسا، شدد دارمانا على أن رجال الشرطة حشدوا كل قواهم ونجحوا في القبض على 3200 شخص في 3 أيام، وهو الأمر الذي وصفه بغير المسبوق. كما أكد وزير الخارجية الفرنسي التزام الشرطة بمعايير المهنية وأخلاق المهنة في التعامل مع الأحداث الأخيرة. avec les violences urbaines, mais le fait qu'il éteignait des feux dans un parking souterrain.
قال عمدة بلدة بيرسان الفرنسية فالنتين راتيوفيل إن العنف الذي شهدته فرنسا خلال الأيام الماضية غير مقبول. وبعد يوم من إحراق محتجين مقر بلدية بيرسان، أكد عمدة البلدة أن البلاد لن تستسلم لمثير الشغب. وهاجمت مجموعات من الشباب مبنى البلدية ومركز الشرطة وأحرقوهما جزئيا، كما تم نهب محتوياتهما. Nous les condamnons avec la plus grande fermeté, qu'elles se traduisent par des dégradations, des incendies, des pillages et pire encore des agressions ou des tentatives d'assassinat. La République. حذر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني من إمكانية انتقال الاضطرابات من فرنسا إلى دول أخرى ناطقة بالفرنسية. ودعا وزير الخارجية الإيطالي إلى ضرورة عزل مرتكبي أعمال العنف لتجنب انتقالها. وقال تاياني إنه بالرغم من أن الوضع يتحسن في فرنسا، فإن على الدول الأخرى أن تأخذ حذرها. أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف استعداد بلاده للتوصل إلى ما وصفه بالتسوية المعقولة للخروج من الأزمة الحالية. وأكد ميدفيديف ضرورة وضع مصالح روسيا في الاعتبار للتوصل لهذه التسوية، لافتا إلى ضرورة ألا يكون هناك المزيد من المناهضين لبلاده. قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إن القوات الروسية دمرت جميع دبابات ليوبارد 16 التي سلمتها بولندا والبرتغال إلى أوكرانيا. وأضاف شويغو أن الجيش الروسي دمر 920 عربة مدرعة في منطقتي دونباس وزابوريجيا خلال الشهر الأخير، بما في ذلك 16 دبابة من طراز ليوبارد، بالإضافة إلى 15 مقاتلة وثلاث مروحيات. كما أكد شويغو أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة منذ الرابع من الشهر الماضي. في المجمل منذ الرابع من يونيو خسرت القوات الأوكرانية نحو 2500 وحدة من الأسلحة المتعددة في كافة الاتجاهات. وأيضا طوال الشهر الماضي اعترضت وحدات الدفاع الجوية الروسية 185 صاروخ من طراز هيمارس و25 صاروخ كروز من طراز ستورم شادو و386 طائرة مسيرة. شن الطيران الروسي ضربات صاروخية على تجمعات للقوات الأوكرانية في ثلاثة اتجاهات. وقال رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية إن طيران مجموعة قوات جنوب شن الضربات الصاروخية على الجنود والمعدات الأوكرانية في اتجاه ليسيتشانسك، وكذلك في اتجاه بخموت وفي اتجاه إحدى القرى. أعلنت أجهزة الأمن الروسية إحباط محاولة أوكرانية لاغتيال حاكم شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في عام 2014 عبر زرع عبوة في سيارته. وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم توقيف شخص يشتبه بتجنيده من جانب عناصر في جهاز الاستخبارات الأوكرانية. هذا وتشكل شبه جزيرة القرم قاعدة لوجستية مهمة للقوات الروسية التي تقاتل في جنوب أوكرانيا، حيث تشن قوات كييف هجوما منذ أسابيع عدة. أكد الكرملين الروسي أن جميع الأجهزة الحكومية والوزارات بما في ذلك أجهزة المخابرات كانت وما زالت تعمل كما ينبغي. ورفض المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف التعليق عندما تلقى سؤالا عن سبب عدم استباق جهاز الأمن الاتحادي لتمرد قوات فاغنر قبل أن يبدأ. وشدد بيسكوف على أن المجتمع الروسي والقوات المسلحة احتشدوا خلف الرئيس فلاديمير بوتين في ذلك الوقت. وفي شأن آخر أكد المتحدث باسم رئاسة روسيا الكرملين ديمتري بيسكوف بأنه لا توجد هناك آمال كثيرة في تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بصفقة الحبوب قبل نهاية فترة سريان مفعولها، رافضا المعلومات التي تتحدث عنها الصحف الأوروبية بشأن السماح لمصرف روسي بالربط بنظام سويفت الخاص بالمدفوعات، مشيرا إلى أن السلطات الروسية لم تبلغ بمثل هذا الإجراء.
أقرت نائبة وزير الدفاع الأوكراني جانا ماليار بأن القوات الروسية تتقدم في 4 مناطق على خط الجبهة شرق أوكرانيا. وأشارت نائبة وزير الدفاع الأوكراني إلى أن قوات بلادها تحرز بعض التقدم في جنوب البلاد. وفق انتصارات كبيرة، أقرت أوكرانيا بتقدم القوات الروسية في 4 مناطق على خط الجبهة في شرق البلاد حيث تدور معارك ضارية. نائبة وزير الدفاع الأوكراني جانا ماليار أكدت أن قوات بلادها تحرز بعض التقدم في الجهة الجنوبية من بخموت، وكذلك بالقرب من بيرديانسك وميليتوبول في جنوب البلاد، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية تواجه مقاومة شديدة من قوات موسكو. كما أضافت ماليار أن القوات الروسية تتقدم في مناطق أفيديفكا ومارينكا وليمان. وفي سياق متصل، دعت أوكرانيا الولايات المتحدة أن تحذو حذو الاتحاد الأوروبي في تقديم الدعم المالي لها، مؤكدة أن تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 50 مليار يورو على مدى 4 أعوام يعد إشارة جيدة لواشنطن وقوى أخرى كي تسير على نفس الضرب. وبعد مرور 16 شهراً على العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا، تواجه كييف صعوبة في إحراز تقدم حاسم على ساحة المعركة، وتواصل دعوة حلفائها الغربيين لتسريع مساعدتهم العسكرية الموعودة مع قرب موعد انعقاد قمة حلف شمال الأطلنطي الناتو في ليتوانيا يومي 11 و12 من يوليو الجاري. هي إذن محاولات عديدة تبذلها أوكرانيا للحصول على دعم دولي لمواصلة الصمود وتحقيق انتصار في ساحة المعركة واستعادة جزء مما فقدته. افتتح اليوم في مدينة لاهاي بهولندا مكتب دولي مكلف للتحقيق في العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا. ويجمع المركز الدولي مدعين عامين من كييف والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية. تتمثل مهمة المكتب في التحقيق وجمع أدلة، وينظر إليه على أنه خطوة أولى قبل إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة كبار المسؤولين الروس عن اندلاع الأزمة في أوكرانيا. أكد رئيس اللجنة الدولية في مجلس الشيوخ الروسي غريغوري كاراسين أن روسيا نقلت نحو 700,000 طفل من مناطق الصراع في أوكرانيا إلى الأراضي الروسية. وتقول موسكو إن برنامجها المتمثل في جلب أطفال من أوكرانيا إلى الأراضي الروسية يهدف إلى حماية الأيتام والأطفال الذين أصبحوا وحيدين في مناطق الصراع ولا يجدون من يرعاهم. لكن أوكرانيا تقول إن الكثير من الأطفال جرى ترحيلهم بشكل غير قانوني. وتقول الولايات المتحدة إن آلاف الأطفال أجبروا على ترك منازلهم. وما زالت نشرة التاسعة مستمرة وتتابعون فيها. ردا على تحركات صينية في مضيق تايوان، تايبي تجري مناورات صاروخية بالذخيرة الحية لاختبار الاستعداد القتالي لقواتها. دعت رئيسة وزراء استونيا كايا كالاس الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلنطي إلى رفع إنفاقها الدفاعي ليصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك للوفاء بما تم الاتفاق عليه. وخلال تصريحات صحفية، أعربت رئيسة وزراء استونيا عن اعتقادها أن الحلفاء في الناتو لا يتخذون الوضع الأمني بجدية كما كان الحال خلال الحرب الباردة، حيث كان الإنفاق على الدفاع من قبل دول الناتو عام 1988 2% لكل دولة من دول الحلفة، لكنه الآن يبلغ نحو 1.6%. By my own country's history, the reason we are not living through some really dark times right now. أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه يتعين على الاتحاد إعادة التفكير في رؤيته ومعالجته للصراعات الناشئة على الساحة الدولية والتهديدات التي تهدد أمن أوروبا والعالم. وأوضح بوريل في مقال أنه يتعين على أوروبا أن تنظر إلى العوامل التي تشكل المشهد العالمي الجديد من حيث الاتجاه نحو المنافسة الاستراتيجية ثنائية القطب بين الولايات المتحدة والصين التي تنتشر في جميع المجالات، إلى جانب الفوضى متعددة الأقطاب وتزايد الإصرار وسلوك الاحتياط من قبل البلدان الناشئة. أعرب وزير الدفاع الصيني لي تشانغ فو عن أمله بتوسيع نطاق التعاون البحري مع روسيا. وخلال محادثات مع بكين مع قائد البحرية الروسية نيكولاي
يفمينوف أعرب وزير الدفاع الصيني عن أمله بأن يتمكن البلدان من تعزيز التواصل على كل المستويات، مشددا على وجوب أن ينخرط الجانبان بانتظام في تدريبات عسكرية مشتركة والمساهمة بشكل إيجابي في الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين والدوليين. تجري تايوان مناورة صاروخية بالذخيرة الحية تستمر يومين تسبق المناورة العسكرية السنوية الأكبر في الجزيرة مع سعيها إلى زيادة استعداداتها في مواجهة الصين. وصعدت بكين منذ أشهر لهجتها السياسية والعسكرية حيال تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، لكن تعتبرها الصين جزء لا يتجزأ من أراضيها. قبل مناورات عسكرية سنوية هي الأكبر في الجزيرة، أطلقت تايوان مناورات صاروخية بالذخيرة الحية تستمر يومين مع سعيها لزيادة استعداداتها في مواجهة الصين التي تعتبر الجزيرة التايوانية جزءاً لا يتجزأ من أراضيها. مناورات إطلاق الصواريخ تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين تايبيه وبكين توترات متزايدة في أعقاب إجراء الصين مناورتين عسكريتين ضخمتين في محيط الجزيرة خلال العام المنصرم، شملت محاكاة فرض تطويق كامل لتايوان. وتأتي المناورات الصاروخية التايوانية على خلفية تحركات جوية وبحرية صينية في مضيق تايوان ومحيطه، وهو ممر بعرض 180 كيلومتر يفصل بين الجزيرة والبر الرئيسي للصين. والشهر الماضي اقتربت 8 طائرات حربية صينية من حدود المياه الإقليمية لتايوان، كما أبحرت حاملة الطائرات الصينية شاندونغ في مايو الماضي عبر مضيق تايوان في خطوة نادرة. وفي موازاة التوترات العسكرية لم يسجل أي تحسن في العلاقات السياسية بين الجانبين، فقد رفضت بكين التواصل مع حكومة تساي إنغوين الرافضة لمطالب بكين بشأن الجزيرة منذ انتخابها رئيس في 2016. وأعلنت دائرة الهجرة في تايوان الأسبوع الماضي عدم منح تأشيرات دخول لمسؤولين صينيين لحضور معرض دولي للسفر تستضيفه يوليو الجاري. ذكرت مصادر دبلوماسية في طوكيو أن اليابان والاتحاد الأوروبي يدرسان إصدار بيان مشترك يعلنان فيه عزمهما على تعزيز التعاون الأمني البحري والفضائي الإلكتروني، وذلك بعد اجتماع زعمائهما الأسبوع المقبل. وقالت المصادر إنه من المرجح أن تتعهد اليابان والاتحاد الأوروبي بتعزيز تدريباتهما المشتركة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والمساعدة في تعزيز قدرات الدفاع البحري لدول جنوب شرق آسيا. ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بلجيكا للاجتماع مع زعماء الاتحاد الأوروبي بعد حضور قمة الناتو التي تستمر يومين اعتبارا من 11 من يوليو في ليتوانيا. نفى المتحدث باسم الحكومة اليابانية التقارير عن اجتماع مسؤولين من كوريا الشمالية واليابان عدة مرات في شهر يونيو الماضي بشأن اختطاف بيونغ يونغ لمواطنين يابانيين في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. جاءت هذه الأنباء حول الاجتماعات في الوقت الذي تعهد فيه رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أواخر مايو الماضي بإجراء مفاوضات ثنائية رفيعة المستوى وترتيب قمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ. تحل اليوم الذكرى العاشرة لبيان الثالث من يوليو عندما انتصرت القيادة العامة للقوات المسلحة كعادتها للشعب. ففي الثالث من يوليو من عام 2013 نزل الملايين من المصريين إلى الميادين مطالبين القوات المسلحة بالتدخل لإنقاذ البلاد بعد ارتكاب جرائم بحق مصر من قبل جماعة الإخوان الإرهابية. وانتظرت جموع المواطنين في الشوارع والميادين الخطاب التاريخي الذي ألقاه الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك معلنا خارطة المستقبل. إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري. كعادتها دوما تقف القوات المسلحة على العهد في مساندتها لأبناء شعبها وأمتها، فاستمعت لنداء الملايين التي احتشدت في الميادين وتلك التي علت أصواتها رفضا للوضع القائم آنذاك. بيان الثالث من يوليو
المحروسة جميعها في لحظة انتظار مهيب لكلمة القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع في ذلك الوقت الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ليخرج ويعلن استجابة القوات المسلحة لنداء الشعب، معلنا لحظة الخلاص من جماعة الظلم والظلام بخارطة مستقبل توافقت عليها القوى السياسية والشبابية في البلاد. إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيساً جديداً. أعلنها حينها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي وهتف الشعب فرحاً: نحن في مرحلة جديدة وبدأت خطوات تنفيذ خارطة المستقبل. المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيس مؤقت للبلاد، وتوالت الخطوات بدستور جديد للبلاد ورئيس انتخبته الملايين بإرادة حرة، لتدخل البلاد إلى مرحلة من النمو والازدهار السياسي والاقتصادي، وأصبحت ربوع مصر على موعد مع مشروعات كبرى أعادت لمصر وجهها المشرق من جديد. أهلا بكم من جديد. يوم 3 يوليو ليس مجرد ذكرى ولكنه علامة فارقة في تاريخ الوطن، يوم استرد فيه المصريون مقدرات الوطن وأفشلوا فيه مؤامرات اغتيال مؤسساتها وخيانة ترابها. وسط أزمات سياسية وعدم كفاءة في إدارة شؤون البلاد غلفتها حالة من الغضب الشعبي، مرت فترة قاتمة على مصر تحت حكم جماعة الإخوان الإرهابية خلال الفترة من 2012 إلى 2013 حتى جاءت ثورة 30 يونيو المجيدة محررة البلاد من قيودها لتنطلق نحو ما تصبو إليه من مستقبل يستحقه شعب مصر العظيم. علامة فارقة في تاريخ مصر لمواجهة المؤامرات سجلها تاريخ 3 يوليو من خلال التصدي لكافة محاولات إفشال الدولة واغتيال مفهوم الدولة الوطنية عبر مؤامرات كان الأمن أحد أبرز أهدافها، وسط تحديات غير مسبوقة من بينها اقتحام السجون ومراكز الشرطة وتهريب العناصر الإجرامية وتكوين العصابات المسلحة. في ديسمبر من عام 2012 كشفت أحداث الاتحادية الوجه الحقيقي لجماعة الإخوان الإرهابية الذي يميل للعنف وقمع المعارضين الذين احتجوا على إعلان دستوري ديكتاتوري، فما كان من الجماعة الإرهابية إلا أن اعتدت على المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية.
محاولات للسيطرة والهيمنة أفشلتها ثورة 30 يونيو لتنكشف حقيقة جماعة الإخوان الإرهابية أمام الملايين من خلال التلويح باستخدام العنف بشكل علني وارتكاب جرائم تخريبية في شتى أنحاء البلاد، ولكن مصر بشعبها وجيشها ومؤسساتها العريقة كانت عصية على الإرهاب، ونجحت إرادة المصريين التي ساندها الدور الوطني للقوات المسلحة في إزاحة ستار العنف والظلام. وللحديث عن الأثر الذي تركه بيان 3 يوليو والحراك الذي أحدثه في البلاد، معنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي شريف عارف. يعني بيان مفصلي أعلن منذ 10 سنوات وما زالت أثاره باقية وتتواصل. السؤال، كيف ترى هذه الأثار في بناء الجمهورية الجديدة؟ أولا دعينا نؤكد أن بيان 3 يوليو هو بمثابة التصريح الرسمي باستعادة الهوية المصرية، لأن استعادة الهوية المصرية كان أهم ما يمكن أن يكون أساسا لبناء جمهورية جديدة، لأنه لا جمهورية جديدة بلا هوية مصرية تحدد إطار هذه الجمهورية وشكلها. وبالتالي أعتقد أن بيان 3 يوليو قد أعاد بكل تأكيد دور الشعب المصري التاريخي، وأن القوات المسلحة وقفت بهذا البيان وصنعت ووضعت نفسها في أهم وأنصع صفحات التاريخ، لأنها عادت للمصريين حقهم في بناء دولتهم، في السيطرة على مقدراتها، القدرة على التعامل. بعد أن قامت هذه الجماعة الفاشية على مدى عام كامل بكل الأخطاء التي لم يكن يتوقعها أحد، ولذلك أنا أرى أن التدخل ببيان 3 يوليو هو تدخل في الوقت المناسب، وذلك لمنع والحيلولة دون أن تكون هناك مجازر حقيقية في الشارع المصري. أرى أن استعادة الهوية المصرية كان مقدمة لاستعادة الدولة نفسها وإعادة بناء مؤسساتها مرة أخرى، ومنها الدستور ثم المجالس النيابية وكافة الاستحقاقات، وهو ما مهد فيما بعد لأن تكون هناك جمهورية جديدة كما أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ولكن هل كان من الممكن يعني حدوث بناء في أي مجال من المجالات مع ما كنا نشهده من حالات فوضى وحالات يعني إرهابية مستمرة؟ من الصعب أن نتوقع ماذا كان يحدث لو استمر الإخوان في الحكم. من المؤكد أن الموقف كان سيكون كارثيا، لأنك كنت يوميا أمام حدث جديد، لا نعرف من الذي يدير الدولة وما هي الأطراف الحاكمة ولصالح من، ومن يتخذ القرار ومن ينفذه. كل هذه الأسئلة كانت مطروحة لدى يعني كل أبناء الشعب المصري، لكن القوات المسلحة كان لديها تصرف آخر في مسألة حماية الأمن القومي المصري، لأن التدخل هو ليس دفاعا عن الشعب، لأن القوات المسلحة هي جزء من الشعب، ولكن دفاعا عن الأمن القومي المصري الذي يستهدف بقاء هذا الوطن وبقاء هذه البلد. الكاتب الصحفي شريف عارف، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. شهدت مصر خلال العقد المنصرم منذ بيان 3 يوليو مجموعة هائلة من التحديات غير المسبوقة، والتي استطاعت الدولة اجتيازها باقتدار، محققة سلسلة من النجاحات المتفردة على كافة الأصعدة، وذلك في ظل القيادة السياسية الحكيمة التي أدركت جيدا ما كان يهدد هوية الوطن وقوته الناعمة. وعملت وزارة الثقافة على تفعيل استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري من خلال إرساء مبدأ تحقيق العدالة الثقافية بكافة المحافظات.
نجاحات متفردة على كافة الأصعدة في ظل القيادة السياسية الحكيمة التي أدركت جيداً ما كان يهدد هوية الوطن وقوته الناعمة، فقد عملت وزارة الثقافة على تفعيل استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري من خلال إرساء مبدأ تحقيق العدالة الثقافية بكافة المحافظات. في مجال المشروعات الإنشائية وتطوير البنية التحتية، عملت وزارة الثقافة على مشروعات وصلت إلى 201 على مستوى الجمهورية بتكلفة إجمالية تصل إلى 7,500,000,000 جنيه. تم الانتهاء من 149 مشروعاً، أهمها دار الوثائق بالفسطاط ومتحف الزعيم جمال عبد الناصر. كما تعمل الوزارة على إنهاء العمل على تطوير ورفع كفاءة 52 مشروعاً آخر، وذلك على مستوى الجمهورية، منها مكتبات عامة وقصور ثقافة في عدد من المحافظات. وفي مجال تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع ومواجهة التطرف الفكري، نفذت الهيئات والقطاعات التابعة لوزارة الثقافة 338,000 نشاط في المجالات الثقافية والفكرية والإبداعية، تمثلت في عدد من المشروعات والمبادرات الثقافية والفنية، منها أهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية. أما مسرح المواجهة والتجوال الذي يهدف إلى نقل العروض المسرحية التي تقدم في القاهرة إلى باقي المحافظات، فقد تم تنفيذ 860 ليلة عرض في 20 محافظة استفاد منها نحو 1,000,000 شخص، إضافة إلى مشروعات اعرف جيشك واعرف بلدك وإصدار عدد من المطبوعات بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وصلت إلى 20 كتابا ضمن سلسلة رؤية. وفي مجال تنمية الموهوبين ودعم المبدعين، استطاعت وزارة الثقافة إصدار قانون بجائزة الدولة للمبدع الصغير لتكون الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، وتهدف إلى منح جوائز للمبدعين في مراحل النشأ والشباب في مجالات الثقافة والفنون والابتكارات العلمية، وحصل عليها 83 طفلاً وفتاة على مستوى الجمهورية. في مجال دعم الصناعات الثقافية، تم تنفيذ 20,000 فعالية في هذا المجال، تمثلت في المبادرة الرئاسية صنايعية مصر بالقاهرة والمحافظات، والتي استفاد منها أكثر من 1,000 متدرب من 14 محافظة، وتم تأسيس 9 مراكز حرفية في قصور الثقافة، والتي تمت بها الدورات التدريبية. وفي مجال حماية وتعزيز التراث الثقافي، نجحت مصر ممثلة في وزارة الثقافة في تسجيل 9 عناصر جديدة مختلفة من الفنون التراثية في قائمة التراث غير المادي بمنظمة اليونسكو، بعد أن كانت مصر تمتلك عنصراً واحداً فقط هو السيرة الهلالية، فتم تسجيل التحطيب والأراجوز والنسيج اليدوي بالصعيد والخط العربي والاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة. وبهدف تكريم الرموز المصرية في كافة المجالات، أطلقت الوزارة مشروع ذاكرة المدينة الذي يشمل عدداً من المشروعات الفرعية، منها عاش هنا بالتعاون مع مركز المعلومات بمجلس الوزراء. وفي مجال العدالة الثقافية، تم تقديم 100,000 نشاط ثقافي تمثلت في الأنشطة المقدمة للمناطق الحدودية والأكثر احتياجاً، إلى جانب القوافل الثقافية والفنية ومشروع عاصمة الثقافة المصرية، والذي تم في محافظات مطروح وبورسعيد والوادي الجديد، وتنظيم واستحداث عدد من المهرجانات بالمحافظات مثل مهرجانات القلعة ودندرة وأبيدوس، بمشاركة عدد من نجوم الطرب في مصر ونجوم دار الأوبرا. وخلال النصف الأول من عام 2023، تم إنهاء وافتتاح 8 مشروعات ثقافية بالقاهرة والمحافظات، كما أطلقت وزارة الثقافة المكتبات المتنقلة إلى 6 محافظات ضمن محاور عمل المبادرة الرئاسية حياة كريمة للريف المصري. وخلال العقد الماضي، شهدت مصر منذ بيان الثالث من يونيو مجموعة هائلة من التحديات غير المسبوقة، والتي استطاعت الدولة اجتيازها باقتدار، واستطاعت حماية الهوية وحفظ التراث ومواجهة التطرف الفكري.
ونتحول الآن إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. مع الاقتصاد نتحول إلى ميرنا إيهاب، تفضلي بك. شكراً إيمان، شكراً سحر، والآن مشاهدينا جولة اقتصادية جديدة محلياً وعالمياً. قال رئيس وزراء الإمارات محمد بن راشد المكتوم إن دولة الإمارات ستنشئ وزارة للاستثمار، وأضاف رئيس وزراء الإمارات أن هدف الوزارة الجديد تطوير الرؤية الاستثمارية للدولة وتحفيز البيئة الاستثمارية داخليا وتعزيز تنافسية الإجراءات والتشريعات بشكل مستمر لضمان بقاء الدولة وجهة عالمية للاستثمار وفاعلا رئيسيا في حركة الاستثمارات العالمية. أعلنت السعودية وروسيا أكبر مصدرين للنفط في العالم عن تخفيضات في الإنتاج والصادرات دفعت أسعار الخام إلى الارتفاع على الرغم من مخاوف التباطؤ الاقتصادي العالمي واحتمالات رفع مجلس الاحتياطي للتحدي الأمريكي أسعار الفائدة. وأكدت السعودية أنها ستمدد خفضها الطوعي لإنتاج النفط بمقدار 1,000,000 برميل يوميا لشهر آخر ليشمل أغسطس، وأن الخفض الطوعي قد يمتد إلى ما بعد ذلك. وبعد إعلان السعودية بقليل قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن بلاده ستخفض صادراتها النفطية بنحو 500,000 برميل يوميا في شهر أغسطس المقبل. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بعد أن أعلنت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم تمديد الخفض الطوعي للإنتاج ليشمل شهر أغسطس، مما بدد تأثير المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي واحتمالات رفع البنك الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة تقدر ب 19% إلى 75.55 دولار، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2% إلى 70.78 دولار للبرميل، وانخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 67% لتصل إلى 2.43 دولار للتر، كما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة تقدر ب 3.32% لتسجل 2.71 دولار لكل 1,000,000 وحدة حرارية بريطانية. أعلنت الهند أن مصافي التكرير لديها بدأت دفع ثمن بعض واردات النفط من روسيا باليوان الصيني، حيث ألجأت العقوبات الغربية موسكو وعملائها لإيجاد بدائل للدولار لتسوية المدفوعات. وأدت العقوبات الغربية بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى تحول تدفقات التجارة العالمية لأكبر صادرات موسكو وهو النفط، مع بروز الهند كأكبر مشتر للنفط الروسي المنقول بحرا، كما تحولت الصين إلى اليوان في معظم وارداتها من الطاقة من روسيا. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن الاتحاد الأوروبي يدرس مقترحاً للبنك الزراعي الروسي لإنشاء شركة فرعية تتيح له إعادة الاتصال بالشبكة المالية العالمية كوسيلة لترضية موسكو. وقالت الصحيفة أنه في ظل خضوع البنك العقوبات تستهدف هذه الخطوة حماية اتفاق تصدير الحبوب عبر مواني البحر الأسود التي تتيح لأوكرانيا تصدير الغذاء إلى الأسواق العالمية. وتأتي هذه الخطوة بعدما قالت روسيا الأسبوع الماضي أنها لا ترى أي سبب لتمديد اتفاق تصدير الحبوب إلى ما بعد 17 من يوليو. نما نشاط التصنيع في الصين بوتيرة أبطأ من المتوقع في يونيو، إذ أصبحت الشركات أكثر حذراً بشأن توقعات الإنتاج. ووصل مؤشر كاكسن مدير مشتريات قطاع الصناعات التحويلية إلى 50.5 نقطة للشهر الماضي، منخفضاً من 50.9 في مايو، حيث يمثل مستوى 50 نقطة الحد الفاصل بين النمو والانكماش. وتشير البيانات إلى أن الانتعاش الاقتصادي في الصين أخذ في التباطؤ.
انتهت أخبار الاقتصاد، والعودة إليكم مرة أخرى سحر وإيمان. شكرا لك ميرنا إيهاب. ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجة على مقياس ريختر مقاطعة بابوا الواقعة شرق إندونيسيا، وذلك دون أن ترد تقارير عن وقوع أضرار جسيمة أو خسائر بشرية. من جانبها قالت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا إنه لا يوجد خطر من حدوث موجات مد عاتية تسونامي، لكنها حذرت من توابع محتملة للزلزال. والآن مشاهدينا نتحول لمتابعة أخبار الرياضة مرة أخرى ميرنا إيهاب. شكرا سحر، شكرا إيمان. والآن جولة في أهم وأبرز الأحداث الرياضية محليا وعالميا. اختتم المنتخب الوطني تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره الغاني غدا بملعب طنجة بالمغرب في الدوري نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد باريس لعام 2024. وكان المنتخب الأولمبي قد تأهل إلى الدوري قبل النهائي بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط. يلتقي بيراميدز الآن مع البنك الأهلي على استاد القاهرة الدولي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، وتشير نتيجة اللقاء حتى الآن إلى تقدم بيراميدز ب3 أهداف دون رد. ويلتقي الزمالك غدا مع المقاولون العرب على استاد القاهرة الدولي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، وفي مباراة أخرى بالدوري ذاته يواجه فريق أنبي فريق النجوم على استاد بتروسبورت. أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي عن التعاقد مع الإيطالي ساندرو تونالي قادما من فريق ميلان، وذلك لمدة 5 سنوات قادمة. ولم يوضح نيوكاسل التفاصيل المالية للعقد، لكن تقارير صحفية أشارت إلى أن تونالي انضم إلى نيوكاسل بمبلغ يقدر ب70 مليون يورو مع الإضافات، بينما سيحصل ميلان أيضا على 10% من العائدات من أي إعادة بيع مستقبلية للاعب الإيطالي الدولي، ليصبح تونالي أغلى لاعب إيطالي في تاريخ كرة القدم. انتهت أخبار الرياضة، والعودة إليكم سحر وإيمان. شكرا لك ميرنا. أصدرت السلطات اليابانية أوامر إجلاء ما يزيد على 360 ألف ساكن في مدينة كوماموتو بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في منطقة كيوشو جنوب غربي البلاد في انهيار جسر خرساني يبلغ ارتفاعه 37 مترا يمر فوق أحد الأنهار. وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من استمرار هطول الأمطار الغزيرة والرعد في جميع أنحاء المنطقة حتى ظهر الغد، ودعت السكان إلى توخي الحذر من الانهيارات الطينية والفيضانات. والآن مشاهدينا نتعرف على الأحوال الجوية وميرنا إيهاب. شكرا لكما سحر وإيمان. والآن وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار طب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية.
القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24، الأسكندرية 29-23، مطروح 29-23، وبورسعيد 31-23، والإسماعيلية 36-24. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 36 درجة والصغرى 23، العريش 32-24، طابة 35-26، شرم الشيخ 40-28، والغردقة 39-28. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 43 درجة والصغرى 27، أسوان 43-28، الوادي الجديد 40-27، شلاتين 38-29، وأخيرا حلايب العظمى 35 درجة والصغرى 28. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة متوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن نترككم مع أهم لقطة في هذا اليوم. وبلقطة اليوم نصل إلى نهاية نشرة التاسعة، ولكن يتبقى التذكير بالعناوين. مصر تدين الاعتداء الإسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية، وفلسطين تطالب بعقد اجتماع عاجل غدا للجامعة العربية لبحث تداعيات. تواصل المعارك في العاصمة السودانية، والجيش يجدد دعوته للمدنيين للتطوع في صفوفه لحماية البلاد. مع استمرار أعمال العنف، ماكرون يواجه باستمرار الوجود الأمني في جميع أنحاء البلاد، وإيطاليا تحذر من إمكانية انتقال الاضطرابات إلى دول أخرى. انتهت نشرتنا، لكن التاسعة متواصلة مع حضراتكم مع يوسف الحسين. ازيك يا إيمان؟ ازيك يا صحر؟ عاملين إيه؟ كله تمام؟ كل 3/7 وانتوا بخير.
وكل 30/6 وانتوا برضو ومصر كلها بخير يا رب. كل الناس بخير يا رب. قوية وعزيزة وأبية ومن أعلى الأعلى بإذن الله، ورغم أنوف كل الحاقدين شاءوا أم أبوا هي مصر هتفضل كويسة بإذن ربنا سبحانه وتعالى. كل سنة طيبين، وأتمنى تكونوا قضيتوا أجازة عيد سعيدة، ولا أنتم أجزتوش ولا إيه؟ لا إحنا اشتغلنا برضو، كلنا اشتغلنا أول يوم العيد. يلا الحمد لله، يا رب يا رب يعيد علينا كل الأيام بالخير وبالبركة إن شاء الله. أشكركم وأستأذنكم نبدأ فقراتنا النهاردة، اليوم مليان، كل عام وأنتم.